في قناع بتضطر تلبسه أحياناً عشان تحافظ على الحتة دي، على المحبة دي مع اللي حواليك؟ لا، يعني مش ممكن يوم مثلاً تبقى عصبي فتلبس قناع إن أنت تمام وإن أنت عادي عشان ما تتعصبش على حد، ما مين الحد؟ ما تكسرش بخاطر حد. مين الحد؟ الناس اللي بتحبك في الشارع. لا، الناس اللي بتحبني في الشارع. لا لا لا، الناس اللي بتشتغل معاك. الناس اللي بتحب، ممكن أتعصب على حد بيشتغل معايا، ده شغل ما فيهوش اقناع. لكن الناس بتحبني في الشارع او ملوش اي علاقه، عوض ايه في البيت؟ هو الراجل داخل شاف راجل هو بيحبه غصب عني، لازم حتى لو انا عندي ايه. لا، هو الراجل داخل واحد بيحبك، فداخل يقول لك ازيك عامل ايه، انا بحبك. فانا لو عندي ايه في البيت، هو ذنبه يشوف. طب ما ده قناع، هو بالداري اللي انت حاسه. قناع مش ادعاء. ده لا، ادعاء حاجه وقناع حاجه. ده قناع ان هو انا القناع هوريك وش. القناع مش لازم خالص يبقى خديعه، ما هو عشان بس الناس تفرق خالص. القناع يعني انت لو لا قدر الله متالم نفسيا شويه مثلا، فقدت عزيز مثلا، وحقيقي انت مليان بالدموع من جوه، ممكن شخص زيك لانه عامل كده شويه ميبقاش سهل عليك مثلا ان انت تبكي قدام الناس. تمام. فهتحاول تبقى ثابت. طبعا. ما هو ده قناع ثبات. تمام. هل ده خداع؟ لا لا، ده حمايه لجزء منك. القناع، ما هو القناع لا، ممكن لو بمنظور بمعنى اللي بتقوليه. بعدين احنا على المسرح يعني الادوار تتلعب بالاقناع. ماشي، لو بالمعنى اللي انت بتقوليه ده، ممكن البس قناع ان انا ممكن ابقى متضايق نفسيا وبتاع، بس عشان انت شايف دايما عوضي بطريقه معينه، فانا هضطر ان انا ما اوركش ده. مش هدمع قدامك. مش هبين لك ان انا مجروح قدامك، مش هبين لك ان انا مكسور قدامك، لان انا في الاخر بني ادم. مهما كنت قوي، ليا وقعتي وليا كسرتي وليا ضعفي وليا حزني مع نفسي، بس مش هوريهولك. اي قناع بقى بتضطر تستخدمه اكتر واحد عشان تخبي ايه؟ لو انا موجوع مثلا، لو انا متضايق. لو بتلبس قناع ايه؟ بتضحك وتهزر ولا القوي؟ لا، مش عارف اضحك وهزر، بس مش عارف، بس هبين ان انا تمام، ان انا كويس. هو ده القناع. بتلبس قناع قوي. بالظبط. حتى لو انا في حته كده موجوعه والحاجات دي يعني.